السلام عليكم. اخذنا اخر شيء التريز وشفنا الميزه تاعت التريز انها نون لينير داتا ستراكشر. ايش المقصود بنون لينير داتا ستراكشر؟ انه الداتا بتتخزن عندنا مش سيكونشال، مش زي الليست، مش زي الكيوز، مش زي الستاكس، مش زي الاريز. الميزه اللي بتصير عندنا هون هي فاسيليتيت عمليه السيرش، عمليه البحث، عمليه الاندكسنج للريتريفل بتصير اسرع. مثال كان عندنا هي الباينري سيرش تري. الميزه تاعت الباينري سيرش تري انه كل الداتا على الليفت للنود او للروت راح تكون اصغر من الداتا الموجوده عندنا بالرايت. الميزه هون كانت انه صار عمليه السيرش بدها تصير دائما اسرع. Approximately all لل n مش all لل n زي ما شفنا بحاله اللينكد ليست او الستاك او الكيوز او حتى الاريز. بناخذ كمان نوع من التريز اللي هي الـ AVL trees. الـ AVL tree is a binary search tree with additional balance property. لو نطلع على الـ AVL tree هي عبارة عن BST. It's still a binary search tree. معناها في عنا trees, binary search trees. في عنا specific type للـ binary search trees اللي هي الـ AVL. الفرق بينه وبين الـ binary search tree إنه في عنا إشي اسمه balance property. بدنا نعمل هون balance للـ tree. It actually ensures الهدف من البالانس انه دائما الديبث للتري بده يكون او لوج الان. طيب ليه بدنا البالانس؟ ليه بدنا نحتاج البالانس؟ لو نيجي نطلع على مثال هون، هل هاي تري؟ يس از تري. طيب هل هي باينري سيرش تري؟ لو نيجي نطلع عندنا الروت اللي هي واحد، نطلع على الرايت تبعها اثنين اكبر منها، ثلاثه اكبر، اربعه اكبر، خمسه اكبر، سته اكبر. So yes it is a binary search tree. حكينا الباينري سيرش تري لازم عفوا قدر الامكان تكون او لوج الان. لو نطلع بهاي الحاله، لو بدنا نيجي نعمل عمليه سيرش لا الستة، ناخذ بعين الاعتبار اول شيء كم في عندنا اليمنت هون n equal 6. في عندنا هون 6 اليمنت موجودين بالباينري سيرش تري. لو بدنا نعمل عمليه سيرش للسته، بدنا نيجي اول شيء على الروت تي. علاقه الستة مع الواحد، الستة اكبر معناها وي جو رايت. نطلع على الاثنين، الستة اكبر منها again we go right. الأربعة بنروح كمان على اليمين، خمسة على اليمين لحد ما نوصل لعند الستة. لو نطلع بهالحالة كم الكومبلكسيتي لإلها، رح تطلع O of N. إيش المقصود O of N؟ مشينا على كل الإليمنتس الموجودة عندنا بالتري، وهذا الكلام مش لازم يصير بالباينري سيرش تري. الميزة الموجودة عندنا بالـ AVL إنه بتعطينا اللي هي البالانس بروبرتي. حساب البالانس إنه الـ AVL of the left subtree the height of one the left subtree and the height of the right subtree differ by at most one. يعني for a tree to be balanced the value على كل node اللي هي بنسميها the balance value. The balance value لازم تكون اما سالب واحد صفر او واحد عشان تحقق الشرط انه تكون عندنا هاي التري AVL tree. كيف نحسب البالانس؟ نحكي البالانس للتري او لنود، هي اي نود موجوده عندنا بالتري بنعتبرها سب تري. فاي نود موجوده بالتري هي ممكن تكون عباره عن روت لكمان تري، تمام؟ يعني هي بدها تكون روت للليفت والرايت تبعها. نحسب البالانس من خلال الهايت، الهايت للليفت تري ناقص الهايت للرايت تري. الهايت اوف ذا روتس ليفت برانش ماينس الهايت اوف ذا روتس رايت برانش. This means that all elements in the tree can be ordered in some consistent manner. معناته هون كمان يعني عملت إضافة جديدة على الباينري سيرش تري إنه عملية الترتيب للداتا بصير أفضل. لو نيجي نطلع هون كمثال، هي مثال من الكتاب. Two binary search trees only left AVL. هلا أول شيء نطلع، هل التنتين binary search trees؟ Yes. كل الإليمنتس على رايت تاع الستة أكبر منها، وكل الإليمنتس على ليفت الستة أصغر منها، كل الإليمنتس اللي على رايت التنين أكبر منها، والإليمنتس اللي على الواحد أصغر منها، and so on. نفس الشيء بالكيس الثاني. هلا بس هاي التري بامكاننا نسميها AVL tree. هاي الكيس not AVL. خلينا نشوف كيف بدنا نحسب البالانس. نيجي نحسب البالانس، اول شيء نشوف البالانس على النود 4 هي 3. بدنا نحسب الهايت للليفت ناقص الهايت للرايت. واضح انه ما في لها ليفت وما في لها رايت، معناها عندنا هون البالانس صفر. نطلع على الأربعة، بدنا نحسب الهايت للليفت اللي هو كم عندنا هون؟ 1 ناقص الهايت للرايت اللي هي كم؟ صفر. واحد ناقص صفر كم بيعطينا؟ هي بلس 1. نطلع على النود اللي هي واحد، نفس الشيء بما انها ليف معناها البالانس اكيد صفر. السبعه كمان البالانس صفر. نطلع على الاثنين، بدنا نحسب الهايت للليفت، نحسب الهايت للرايت. هايت للليفت واحد ناقص اثنين كم عندنا؟ ناقص واحد.
نطلع التمانية، واحد ناقص صفر بيطلع اللي هي زائد واحد. الستة هلا هون بدنا نحسب اللي هي الماكسيمم هايت. الهايت اللي مش حكينا بناخذ اللي هو الباث، ناخذ الروت عندنا من الروت، من ناخذ اللي هي من الروت لابعد ليف موجوده ونحسب الهايت. هون بيطلع اللي هي 1 2 3 ناقص الهايت تبع الرايت سب تري اللي هي 2. 3 ناقص 2 كم بده يعطينا هالحاله؟ زائد 1. لو نيجي نطلع معناها على كل النودز الموجودين هون، بنطلع انه هون عندنا 0 اكسبتابل، كمان 0 بصير 1 0 ناقص 1 زائد 1 وهون كمان زائد 1. بهاي الكيس معناها اتس ستيل حققت الشرطه على الاي في ال 3. الشرطه على الاي في ال 3 انه البالانس على كل النودز الموجوده لازم يكون اما 0 او 1 او سالب 1. نطلع بهاي الكيس يس ذات از ترو. هلا نشوف التري الثاني. لو نطلع التري هون، الليفز دائما بدهم يكونوا صفر. هي صفر صفر صفر، السبب ليفت ناقص الرايت كمان صفر. نطلع هنا هون لو نمسك اللي هي الأربعة، واحد ناقص واحد كمان صفر، الهايت للليفت ناقص الهايت للرايت صفر ناقص صفر. طلع اثنين، الهايت للليفت اللي هو واحد ناقص اثنين، واحد ناقص اثنين كم بدي يعطينا هون؟ سالب واحد. نطلع على الستة، حالة الستة اللي هي الهايت انه واحد اثنين ثلاثة، هي الماكسيموم واحد اثنين ثلاثة او واحد اثنين ثلاثة نفس الشيء. ثلاثة ناقص واحد كم بده يعطيني؟ زائد اثنين. ثلاثة ناقص واحد يعطيني زائد اثنين. نطلع بهاي الكيس اللي نحكي هون البالانس، عفوا نحكي هون البالانس was broken at node 6. نحكي البالانس عندنا هون خرب انكسر وين؟ على النود اللي هي 6 اللي هي فعليا عندنا بهاي الكيس اللي هي الروت.